أنا أتعجب من هؤلاء الأفراد الذين يبعثون أولادهم إلى بلاد الغرب، جو منفلت، جو ما إلى حدود. كيف تضمن هذا الشاب؟ هو الشاب إذا لم تكن فيه إلا هذه الغريزة المتوقدة كان يخشى عليه من الانحراف، فكيف مع هذه المثيرات الخارجية؟ هذا مثل سيارة في منحدر جبل، في طريق منحدر جبلي، هي السيارة تسرع، الإنسان فوق ذلك يدوس على البنزين، وين توصل هاي السيارة؟ هاي السيارة توقع بالنتيجة. فالكلام أنه هذا الاشتعال الموجود في داخل النفس تذكيه، تغذيه هذه الأجواء المشبوبة، هذه الأجواء المشتعلة. شلون يبعثون أولادهم إلى البلاد الغربية بدون أن يزوجوهم؟